خدنا معانا دلوقتي حوالي 28 مليون جنيه. احنا دلوقتي خاطبنا القوات المسلحة لاستغلالهم في عمليات شق الطرق وعمل الطرق داخل المدينة الصناعية، لأن 28 مليون مش هيقدروا يدخلوا لنا الكهرباء ولا الصرف الصحي، لأن محتاجين فلوس كتيرة للكهرباء والصرف الصحي. فوجهنا المبلغ للجيش علشان يبتدي يعمل ترفيق للمدينة الصناعية. تحدثت أيضا مع وزير البيئة على استغلال مدينة كاترين، استغلال مدينة كاترين في دراسة إنشاء مصنع لاستخراج المادة الفاعلة من الأعشاب الطبية، يعمل بالطاقة الشمسية ويبقى صديق البيئة، لأن أنتوا كلكم عارفين إن مدينة سانت كاترين هي مدينة داخل محمية، فيجب أن نراعي الاشتراطات بتاعت البيئة. فحدثت معاه في هذا الموضوع، وجهت له الدعوة لزيارتنا على أن تكون على يومين، يعني يوم هيتفقد فيه الأوضاع ويوم هنتوجه أنا وهو لسانت كاترين لرؤية الأوضاع على الطريق، وإحنا في انتظار طبعا تلبية الدعوة بتاعت سيادتك. وأنا في الكلية الحربية قابلت السيد وزير التعليم العالي الجديد الدكتور سيد عبد الخالق، والراجل مرحب جدا بإنشاء جامعة في مدينة الطور، وقال إحنا بصدد إنشاء بعض الجامعات في المحافظات، وأنا طلبت إن يعني من حق مواطني جنوب سيناء أن يستمتعوا ويتمتعوا إن أولادهم تدرس في بلدهم، وحقنا عليهم ان احنا ما نبعتهمش 600 كيلو واهاليهم وتكلفوا المصاريف وتكلفوا، غير ناهيك بقى عن المشاكل وعن التسكين وعن الخوف عليهم وعن الرعب. فالراجل متفق تماما معايا في الراي، وانا طلبت ان احنا نضيف كليتين على الكليتين اللي موجودين ونبتدي ندخل المدينه الجامعه في الميزانيه القادمه. فقال لي ابعت لي جواب، فانا ارسلت اليه خطاب بهذا الخصوص وهيتحدث، وان شاء الله هيبقى قريبا جدا في مجلس الوزراء هيعرض موضوع ان يبقى في مدينه الطور جامعه فرع لجامعه السويس. وانا قلت وبقول لكم وبعيد وبزيد ان انا طالما قلت حاجه انا وراها لغايه ما اعتقد. وانا طبعا قبل كده قلت يسعدني ان انا اتواجد معاكم واكمل رحلتي واكمل مشواري معاكم في داخل محافظه جنوب. انا قلت الكلام ده لاستكمال باقي احلامي زي المدينه الصناعيه وزي جامعه الطور. من الطور بقى انا طبعا توجهت للسيد وزير النقل، وكان اللقاء الساعه 8 صباحا نظرا لارتباطات سيادته، فاخدت معاه 8 صباحا توجهت الى مكتب السيد وزير النقل وقعدت معاه، وكان لقاء شيق جدا، وتحدثت عن فرص العمل ل 50 فرصه عمل احنا كنا طالبينها في هيئه مياه البحر الاحمر على دفعتين 25 و25، وان احنا نبتدي دعوناه اساسا برضو على يومين ان يجي يتفقد ميناء نويبع عشان استعدادا لافتتاحه، ومن المتوقع ان يفتتح في شهر اغسطس. وانا طلبت ان احنا يعني لا 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 يزيد او المده عن شهر اغسطس، عشان انتوا عارفين الحجيج ان شاء الله طالع من عندنا في شهر اكتوبر، الحج السنه دي ان شاء الله في اكتوبر، فاحنا عايزين يبقى هذا الميناء هو واجهه جميله جدا لاهالينا اللي بيطلعوا يحجوا، وهو بحق هو 5 مليون.